رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسه ونستقبلوا ضيفنا الثاني في حصتنا اليوم الاستاذ انيس بن البيجي الناطق باسم الهيئه المديره للملاعب التونسي. استاذ اهلا بك. اهلا بك اسلام، مرحبا بك وتحيه ليك وتحيه للساده المستمعين. نتصور التحضيرات على قدم وساق كما يقول الجلسه العامه الانتخابيه التقييميه للملاعب التونسي اليوم. هي تقييمية فعلا، هي تقييمية، كل شيء جاهز إن شاء الله. 6:30 تنطلق إن شاء الله الجلسة إن شاء الله. باهي، خلينا نبداو الساعة بالحالة الصحية نتاع رئيس النادي السيد جلال بن عيسى، لو كان طمن عليه أستاذ. والله لاباس، امبارح تعرض لواقع صحية ومشى للمصحة أجرى الفحوصات اللازمة والتحاليل اللازمة، فهم برشا إرهاق برشا تعب برشا ضغط، الأطباء أجمعوا إنه يحتاج شوية راحة، لكن كما تعرف سيد جلال بن عيسى أصر أن يكون حاضر بعد في الجلسة العامة وأنها تكون في موعدها إن شاء الله، وباش يستمع للتساؤلات الأحباء إن شاء الله ويجاوب عليهم كل إن شاء الله. جوستومون، خاطر فما سمعنا شوية كلام بعد الواقع الصحي اللي تعرضنا، نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل، أنه يمكن تتأجل الجلسة العامة. معناها صار الكلام، صار الحديث في إن إمكانية التأجيل وإلا لا، من الأول كانت قطعية باش تصير. والله هو قانون الأساسي يقول حتى في غياب رئيس الجمعية نجموا يعني نعمل الجلسة، لكن اللي كنا متأكدين منه إنه الكورونا مش فيه. لو أعلننا إنه رئيس ما يكونش موجود صعيب باش نخلطوا للنصاب وصعيب باش تصير الجلسة العامة، فبالتالي باش تتأخر، فهمت؟ معناها ما يجيوش المنخرطين. حكينا مع رئيس الجمعية وأصر، هو من البارح في الليل اليوم حكيت معاه، لكن مصر إنه يحضر في الجلسة العامة ونتم في وقتها إن شاء الله. ما يخلطش النصاب، معناها ما يجيوش المنخرطين هكا. اي ما نخلطوش الكورونا، كنت تعرف الناس كل تستنى في فرصه باش تقابل رئيس الجمعيه ويجاوب على تساؤلاتهم. بالنسبه لنا كانت رسمي هم كلهم معايا يشوفوا فيا، لكن فرصه باش تجيك مع رئيس جمعيتك انك تسعدوا اللي تحب وتستنى منه الاجابه، يعني الناس كل تستنى فيها. لما تقول لهم رئيس الجمعيه مش باش يجي، فهذا باش ياثر، اكيد باش ياثر على الحضور. صحيح، قديش عدد المنخرطين هو؟ والله تجاوزنا ال 200 توا، في ال 218 هكاك، ونصاب يعني اكثر مشتر تكون فما نصاب ان شاء الله. دونك باش تصير نورمالمون ان شاء الله. رئيس لاباس، دونك تجاوز المرحله الصعيبه ولا شنو بالضبط؟ المدعيه لاباس، بون مازال يحتاج راحه، لكن كيما قلت لك الحمد لله ان شاء الله يكمل لنا الجلسه العامه اليوم وعنده الوقت باش يرتاح شويه زاد قبل العوده لنشاط البطوله. لكن صعيب، راهو نحكي لك بصراحه السيد جلال بن عيسى راهو صعيب باش يرتاح وصعيب باش يقبل، باش انه ما يفكرش وما يخممش وما يخدمش. هذا يحرنا فيه، ان شاء الله ربي يعطيه القوه يعطيه الصحه ان شاء الله، ونحن مع بعضنا كلنا نتعاون ان شاء الله. حتى تحكي لي ظهر لي ديريكت قبيلك في الاوف، قلت لي الصباح البارح مريض الصباح صباح في البيرو معنا. والله ما نحبش نحكي هذا في الواحد، اللي قريب من سيد جلال بن عيسى يعرف تصرفه ويعرف تفكيره، يعني ان شاء الله ربي يعطيه القوه. شو نقول؟ ان شاء الله ربي يعطيه القوه ويخليه يعني لعائلته اولا، انه يخليه الملعب التونسي واحبائه الكل ان شاء الله، وربي بعد عليه وعلى كل الناس يعني المرض ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. المهم تمت صحته ستيف. دونك بالنسبه للجلسه اليوم نتصور ما يسخونه برشا، معناها الاستاد في احسن حال نجم نقول، عندكم ايكيب باهي السنه، ظهري نتصور اللي حبايه فرحانين بجمعيتهم نتصور السنه. والله شوف، كل الامور كلها نسبيه، ما تنجمش تقول فرحانين. بون اكيد باش تلقى شكون عنده تساؤل، شكون عنده حاجه ماهيش عاجبته، هذه فرصة كما قلت. لو نحن كل عام نحرصوا على أنه تصير الجلسة العامة التقييمية كل عام حسب القانون الأساسي، حتى نعطيه فرصة كما قلت الناس باش تتفاعل معنا ونسمعهم عن قرب ونحاولوا نقنعهم، ولا هما يقنعونا بالعكس. ما هي كل حياة كلها تفاعل ونجاوبوا مع بعضنا كله في صالح الملعب التونسي. حاجة بركة أخوي إسلام، ربي يخليني نهني كل الناجحين في البكالوريا اليوم، سواء من عائلة الملعب التونسي أو خارج الملعب التونسي، إن شاء الله نقولهم بالتوفيق إن شاء الله بمزيد النجاح والتألق. وبالنسبه لما تعرفهمش الحظ ان شاء الله نقول لهم حظ اوفر، كملوا ما تيأسوش ان شاء الله، ربي معكم وتنجحوا في المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هذا نتمناوها اكيد. استاذ نحط روحي شويه بلاصه المحب، انا ستاديست، ما عادش خلينا نلومكم شويه، مثلا يقول لك تفرتوا في الملاعبيه، لا تعرف اللي يحب استاد يشوف ديما جمعيته بالكبار، يحب يلعب على القاب يشوف ديما الاستاد نتاع قبل اللي تجيب الجواريات وتلعب على القاب. هذا افتراء منكم انتم انكم تسيبوا في الملاعبيه نتصوره. والله اخزر، هي سياسه استراتيجيه اقتصاديه رياضيه. توا انت في عهد الاحتراف خويا اسلام، فما مره قالوا لي علاش ما تخليوش الجوالات 5 سنين مع بعضها؟ ما تنجمش تخليهم، يعني فما عقد يربطك به ساعه، وفما رغبه اللاعب كذلك. نجم انا ما نبيعوش توا عام جاي يخرج ليبر، ما جددش معايا، اذا كان هو تولي تخمم
تريد تخمم في مصلحة الجمعية انه لاعب في فانت كونترا مازال عام مثلا انك اذا ما يجدد لك شي فتسيب وتولي خير. وهذيك الكرة توا معناها انك تاخذ وتبيع وتشري لاعبين اخرين، هاك شفت اللي سيبناهم، حاولنا نجيبوا لاعبين زاد في نفس القيمة وان شاء الله تو يزيدوا عندهم رقم باش يزيدوا اكثر. وما تنجمش تقف ما تبيعش، ما تنجمش في الكورة نتاع توا في الاحتراف. اعطى الجمعيات الاوروبية سيبت ميسي وسيبت سيبت كريستيانو رونالدو. ميسي مازال ما تسيبش، نيمار خرج من برشلونة مازال ميسي على قريب نسمعوا بيه خرج. باهي استاذ، السي اس نتاعكم ظهر لي اليوم حسب ما هكا قاعدين نتبعوا شويه انكم تجيبوا الملاعبيه اللي بين ناسيونو هذوما، تعتبرها ناجحه لحد الان السياسه هذه؟ والله ناجحه ناجحه، علاش لا ناجحه؟ الملاعبيه تاقلموا اليوم ولاو دي بي اس متريس في الفريق. نحن جبناهم مش ضروري باش يكونوا اساسيين، لكن اليوم اغلبهم اقتلعوا مكان في التشكيله الاساسيه. وذول المدربين اللي تعاقبوا على تهذيب ملعب التونسي كلهم اقتنعوا بامكانياتهم، ما غير ما نقعد نسمي باش ما نفرقش بيناتهم، لكن اغلبهم اقنعوا، اغلبهم بدا يكون يعني بيس ميتريس في الملعب التونسي. علاش ليه؟ واعمارهم ماهيش كبيره وماهوش يعني اختيار استراتيجي بحت، راه نجمو نجيبو كما قلت نجيبو من مصر نجيبو من تونس نجيبو، فهمت؟ لكن المجموعه اللي جات مجموعه مش خايبه، قاعده توري في امكانياتها ومازال عندها مارج بروغريسيون كبيره، ان شاء الله يكملوا يثبتوا اكثر علو كعبهم ويعني اكدوا الاحقيه الاختيار اللي عملناه ان شاء الله. سينو اليوم الجلسه العامه التقييميه، شنو هي انتم كتقييم ذاتي للعمل نتاعكم؟ وين نجموا نقولوا لهنا ما مش اخفقتم، ما نقولوا ما نجحتوش برشا كما كنتم تتوقعوا؟ هو اسلام يقول لي خلينا نعمل انا في الساعه ما تخيلش اي هكا افونغو افونغو طب انا زدت ونص. والله شوف راه كل عمل انساني ناقص، راه ديما ما فماش ساتيسفاكسيون، ما تنجمش ديما عندك حاجات ديناش فيه. معناها مثلا ما ترشحناش في الكاس، اسلام ما كملناش في سباق الكاس، كنا نطمحوا باش نمشوا لبعيد، فهمت؟ ديما تقعد لك لكن لاميغتيوم صغيره نتاع انك ما وصلتش اللي تحب عليه، لكن الحمد لله جاونا باهي مازلنا قاعدين نخدموا. وما تعرف ماكش وحدك انت في البطوله، معك 13 فريق اخر، ناس كل تخدم، ناس كل عندها جمهور، ناس كل عندها الشرعيه وتطمح انها زاد تفوز، فهذيك الرياضه راه. المهم نحن نخدموا خدمتنا الصحيحه، نحاولوا ما نقصروش، والتوفيق من عند المولى عز وجل، معناها توا ولا بعد ان شاء الله توا نوصل بحول الله. سينو الفروع الاخرى كتقييم ليهم كيفاش تشوفوا استاذ؟ والله الفروع اليوم الباسكت النسائي في البلاي اوف، الكورتيرات كيف كيف ان شاء الله ماشي البلاي اوف. في الشبان فما تحسن الحمد لله من موسم لاخر، قاعدين يتحسنوا كاتيجوريات على الاقل الصغار بالكل قاعدين يقدموا في نتائج كبيره. وديما كما قلت ديما فما عمل ناقص، ديما فما خدمه اكثر مطالبين بها ومطالبين يحسنوا. وراه واش نقول لك اسلام، اذا ما تغلطش ما تنجمش تصلح، راه ف ما تخدمش ما تغلطش. نحن قاعدين نخدموا اكيد باش نرتكبوا اخطاء، واليوم باش نسمعوا جمهورنا ويقول لنا شنو هو رايه وشنو الاخطاء ماذا بينا نسمعهم، حتى احنا لما لا بصدر رحب اذا كان فما حاجه نجموا نصلحوها فمرحبا، لان احنا سيتان كلوب استراتيجيه ومتاع تفاعل جمهوره مسيرين. اليوم فرصه باش نلقاو الناخبين نتاعنا اللي حطوا فينا ثقتهم، اليوم نسمعوهم ونسمع رايهم وان شاء الله يكون تفاعل ايجابي وكله في صالح الملعب التونسي ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك استاذ على كل هذه التفاصيل وبالتوفيق ان شاء الله للملعب التونسي. نذكر اليوم ستونس الجلسه العامه التقييميه للبقله ودونك موزيكا، وبعد مواصلين في فلبي.